بريكس الطابوق، تعرفه؟ الطابوق هي وحدات بنائية منتظمة الشكل والأبعاد، تستخدم بالأعمال الإنشائية، وأبعادها ما تزيد عن حد معين. الطابوق يصنع من مواد مختلفة، أما تكون من الطين اللي هو الكلي أو الكونكريت ماتيريالز المواد الكونكريتية، أو يكون كومبينيشن أوف لايم آن ساند أي مزيج من النورة والرمل، أو أي مادة تكون صالحة للأعمال الإنشائية. يعتبر الطابوق الطيني من أكثر الأنواع شيوعاً للأسباب التالية: 1- توفر المادة الأولية بكل مكان. 2- هاي سترينث اند دورابيلتي، تكون مقاومته وديمومته عالية. 3- يمتلك عزل حراري جيد. 4- يقاوم الفاير النار والتغيرات الجوية. 5- كلفته قليلة مقارنة مع أنواع الطابوق الأخرى. Classification of brick، تصنيف الطابوق. يصنف الطابوق طبقا للتالي: A according to the material used in its manufacture، طبقا للمواد المستخدمة بصناعته. 1- clay brick، الطابوق الطيني. 2- sandy lime brick، الطابوق الرملي الجيري. 3- concrete brick، الطابوق الكونكريتي. 4- glass brick، اللي هو الطابوق الزجاجي. B according to the method of its manufacture، طبقا لطريقة صناعته. 1- اللي هي الميكانيكال brick، الطابوق المصنوع بالطريقة الميكانيكية. 2- half mechanical brick، الطريقة النصف ميكانيكية. 3- اللي هي manual brick، الطريقة اليدوية. لأن عندنا أنواع مختلفة من الطابوق ولمنشآت مختلفة، ومذكورة أسفل كل صورة اللي هي نوعية الطابوق والمنشأ. الطابوق الطيني يكون مصنوع من الكلي ماتيريال، من مواد طينية. هاي المواد الطينية راح تحتوي بصورة رئيسية على مركبات معدنية تكون بنسب مختلفة، وتختلف نسبة هاي المركبات المعدنية بالتربة الطينية باختلاف المقلع، الكواريز اللي هي المقالع. أبعاد الطابوق الطيني راح تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، وتختلف من وقت إلى وقت آخر. Types of clay brick، أنواع الطابوق الطيني. النوع الأول اللي أسميه الأدوبي، اللي هو اللبن، وهنا صورة توضح الطابوق اللبن. مواصفاته: It's handmade brick، طابوق يصنع بطريقة يدوية. راح أخلط الطين مع كمية من الماء وأضيف له التبن، وأقوم بعملية العجن. أضيف التبن حتى أقلل من الكراكس أي التشققات اللي تحصل نتيجة لعملية التجفيف. بعدها راح أجففه يعني عن طريق تعريضه للهواء والشمس، يكون بهاي الطريقة. مواصفاته: being irregular dimension، يكون أبعاده غير منتظمة. weak strength and low durability، مقاومته تكون ضعيفة، وأيضا ديمومته تكون قليلة أي أنه ما يقاوم الظروف الجوية القاسية. النوع الثاني اللي أسميه stabilized soil brick، هنا أنا دا أضيف للتربة فالمواد أسميها stabilizers، مثبتات، حتى أحسن من الخواص الفيزيائية لهذا النوع من الطابوق. ومن المثبتات هي راح أضيف اللايم، النورة، أو أضيف السمنت، وبعدين أقولبه وأكمل صناعة الطابوق. مواصفات هذا الطابوق راح يكون the best
of adobe brick in terms of irregular dimensions راح يكون أفضل من النوع الأول من ناحية عدم انتظام الأبعاد، لأنه أبعاده راح تكون أكثر انتظاماً من النوع الأول. Be more strength، مقاومته راح تكون أفضل من مقاومة النوع الأول. C its quality is less than of burned brick، لكن نوعيته راح تكون أقل مقارنة بالطابوق المفخور بالطريقة الاعتيادية. 3 اللي هو الريفراكتوري بريك، الطابوق الناري، وهنا راح ناخذ الطابوق الناري الطيني. فالطابوق الناري الطيني راح يكون مصنوع من طين خاص راح اسميه الكاولين، وعملية حرقه ايضا راح تكون بطريقة خاصة وباسلوب خاص، وراح يكون مقاوم للحرارة، يستخدم في تبطين المصاهر والافران، وعلى سبيل المثال هنا ده يستخدم في تبطين سمنت كون اللي هي أفران السمنت المستخدمة في صناعة الأسمنت. أربعة glazed brick، الطابوق المزجج. الطابوق المزجج هو طابوق طيني يحتوي على وجه واحد أو أكثر، يكون مطلي بمواد خاصة راح تعطي المظهر الملون والمظهر الناعم. الوجه اللي أريد أزججه بعد ما أقول بالطابوق راح أرشه بمركبات خاصة spray by special compound، وبعدين راح أدخله بمرحلة الفايرنج بمرحلة الحرق، راح أحصل على glassy phase أي وجه مزجج، وأسميه اللي هي سيراميك glaze. الأوجه المزججة راح تكون عندي smooth، ناعمة، impervious، غير منفذة، easy to clean، سهلة التنظيف، and resistance to the effect of some chemical material، راح تكون مقاومة لتأثير المواد الكيميائية، وهذا مثل على الطابوق المزجج. 5 ordinary burned clay brick اللي هو الطابوق الطيني المفخور الاعتيادي. يعتبر هذا الطابوق هو من أكثر الأنواع شيوعاً، وصناعته هو من الصناعات الرئيسية بالقطر، وصناعته راح تتركز بالمناطق الوسطى والمناطق الجنوبية. السبب هو توفر التربة الرسوبية اللي هي sedimentary soil اللي تكون تستخدم لهذا النوع من الطابوق، اللي تكون ملائمة لصناعة هذا النوع من الطابوق. ومميزاته and characterized by abundant production اللي هي and better quality، يتميز بالإنتاج الأوفر والنوعية الأفضل. عندنا stages of industry of burned clay brick، مراحل صناعة الطابوق الطيني الاعتيادي. هنا أنا مخطط لمراحل الصناعة اللي هي من preparation of raw materials، تحضير المواد الأولية، وبعدين أعمل الميكسشر اللي هو المزيج، والفورمينج عملية القولبة، والدراينج عملية التجفيف، وبعدها الفايرينج اللي هي عملية الحرق. فالمراحل، أول مرحلة مثل ما يوضح المخطط اللي هي preparation of raw materials اللي هي تحضير المادة الأولية، بعد ما أجلب المواد من المقلع راح أجري لها عملية السكرينينج أي أتخلص من المواد الغريبة اللي موجودة بها، وبعدين راح أجري لها التحليل الكيميائي حتى أعرف نسبة المركبات اللي موجودة بها. 2 المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الفورمينج of raw material اللي هي مرحلة القولبة. The amount of added water depend mainly on some factor، كمية المي اللي تأضيفها للتربة أثناء عملية القولبة راح تعتمد على التالي: 1 the nature of the soil، تعتمد على طبيعة التربة، و2
the method of formation، على طريقة التشكيل، أي أنه طريقة عن طريقة أخرى، راح كمية المي اللي دا أضيفها تختلف. فعندي أربع طرق للتشكيل. الطريقة الأولى اللي هي stiff plastic forming، اللي هو التشكيل بالطريقة اللدنة الصلبة، نسبة المي اللي أضيفها هي من 8 إلى 15%. الطريقة الثانية التشكيل بالكبس شبه الجاف، اللي هي نسبة المي اللي أستخدمها من 5 إلى 16%. وسي اللي هي التشكيل بالبثق اللين، نسبة المي من 25 إلى 30%. ودي التشكيل بالبثق الصلب من 15 إلى 25%. كل طريقة راح أستخدم لها أو تلائمها نوع خاص من التربة. بالنسبة للطريقة سي والطريقة دي تكون متشابهتين، ما عدا الفرق راح يكون عندي بالطريقة سي راح أستخدم نسبة مي أعلى من الطريقة دي. هنا أيضا مخطط يوضح مراحل صناعة الطابوق بعد ما أجلب التربة من المقلع وأبدي بعملية الستورج وبعدها السكرينينج وبعدها الفورمينج اللي هي القولبة. وهنا أنا عندي الكوتينج أو الجليزينج تسجيج، وبعدها الدراينج اللي هي التجفيف، والفايرينج، وآخر مرحلة اللي هي الستورج. هنا أنا أيضا يوضح طريقة الفورمينج ميثود. هنا أنا الكولوم أوف ماد يكون عندي مقطع يمثل طول وعرض الطابوقة، وبعدين راح أبدي أقطعه بمقدار سمك الطابوقة. بعد ما انتهينا من عملية الفورمينج اللي هي عملية القولبة، راح أبدي بعملية التجفيف اللي هي الدراينج. فعملية الدراينج راح تكون عندي بطريقتين. الطريقة الأولى راح أعرضها للهواء أو أعرضها إلى الشمس in primitive فاكتوريز، هنا بالمعامل الابتدائية، أو التجفيف راح يكون بأماكن خاصة and private يعني in modern فاكتوريز بالمعامل المتطورة. طبعا بهاي الطريقة راح استخدم مجففات خاصة وتكون عندي فد أماكن خاصة وأقوم بعملية تجفيف الطابوق. Why cannot firing of a brick without drying؟ يعني لماذا أني أمر بمرحلة التجفيف وبعدها بمرحلة الحرق أو مرحلة الفايرينج؟ أنا أمر بمرحلة التجفيف حتى أتخلص من كمية المويستشر الموجودة أو نسبة معينة من المويستشر أو المي الموجود بالطابوق. لو ما مريت أني بمرحلة التجفيف، مريت مباشرة من الفورمينج بمرحلة الفايرينج، فكمية المي اللي راح أزيلها بمرحلة الفايرينج تكون عندي كبيرة وتكون عملية الإزالة سريعة، وهذا راح يؤدي لي إلى حصول كراكينج بنموذج الطابوق.